المشكل اللي تناولناه اليوم هو مش مسألة استقلالية المنظومة الإحصائية في تونس عن كل التجاذبات السياسية. أنا اسمي زهرة الهمامي، متحصلة على ماجستير في الإدارة المندمجة، وحالياً قاعدة نشتغل كباحثة في المجتمع المدني في إطار برنامج تدبير. قاعدين نشتغلوا على ورقة تعنى بإصلاح المنظومة الإحصائية في تونس، وخاصة موضوع استقلالية المنظومة الإحصائية. اليوم تونس قاعدة تعيش بعد الثورة على وقع عديد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية اللي تتطلب أكيد معناها إعادة رسم للأولويات والسياسات العامة اللي قاعدة تتوخاها الحكومات المتعاقبة على تونس من بعد الثورة. في هذا الإطار شفنا أنه من الضروري جدا إلى الاهتمام للمنظومة الوطنية للإحصاء للدور اللي تقوم به في رسم السياسات العامة. اليوم علاش اخترنا نحن ديجا نخدموا على الورقة السياسية هذه؟ خاطر قاعدين نلاحظوا لي مؤخرا اللي ثم برشا تشكيك للمعلومة الإحصائية اللي قاعدة تتنشر. التشكيك هذايا معناها كسوسوا من السياسيين اللي هما في وسط الحكومات او من خارجها. يعني اليوم ينشر المعهد الوطني للاحصاء ارقام يتم اذا لو كان هي تخدم الاجنده اللي قاعد يخدم عليها السياسي اليوم فهي يعني لا تتعرض للانتقاد، ما ان ينشر رقم ما يكونش معناها في مستوى التوقعات نتاعهم هما. اذا اشتغل التشكيك يشتغل لي بلاتو بوليتيك في الطعن في مصداقية الأرقام، طريقة إنتاجها وما إلى ذلك. فرينا اليوم أنه من الضروري أنه يتم تقنين أكثر القطاع متاع الإحصاء في تونس. القوانين موجودة ولكن الممارسات هي اللي بالحق اليوم يجب إعادة النظر لها. وقت يقولوا استقلالية معناها اليوم المعهد الوطني للإحصاء يتبع إدارياً وزارة المالية. اليوم نحن نهدفوا أنه نحيو المعهد الوطني للإحصاء وكل المنظومة الإحصائية عن التبعية للسلطة التنفيذية حتى لا يتم التشكيك في المصداقية متاع الأرقام اللي تم إنتاجها. المدخلين اللي نحن ديجا قمنا بالتواصل معهم هم المعهد الوطني للإحصاء، عملنا معهم دي ريونيون دو فاسيليتاسيون، طرحنا السوجي وحاولنا نشوفوا وجهة النظر اللي هما يتبنيوها فيما يخص الاستقلالية متاع المعهد الوطني للإحصاء مثلا. في البداية معناها المشكلة كانت أوسع من هكية، لكن وقت اللي اشتغلنا أكثر على الموضوع بدأ المشكل يعني يمشي ويصغر. معناها حتىكش نوصلنا اللي فينالمون الحاجة اللي قاعدة تعيق حسن سيرورة العمل اللي يقوم به المعهد الوطني للإحصاء أو المجلس أو غيره من الهياكل اللي تنتج الإحصائيات في تونس اليوم هي استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية. دونك المعهد الوطني للإحصاء هو كان أول طرف خدمنا معه، من ثم خدمنا مع المجلس الوطني للإحصاء، قمنا ببعض المقابلات كذلك مع المختصين اللي يستحقوا دائما المعلومات الإحصائية، قمنا ببعض اللقاءات كذلك مع جمعيات من المجتمع المدني، كذلك اشتغلنا على النواب. يعني حاولنا ان نوصلوا الفكره نتاعنا للنواب باش نشوفوا مدى قابليه الفكره، مدى تبنيهم للفكره اللي قاعدين نخدموا عليها، وزاد لا ليجيتيميتي نتاع السوجي. اسكو اليوم الاستقلاليه نتاع المعهد الوطني للاحصاء تنجم تكون au centre de l'action politique في تونس. نحن اول حاجه نحبوا اليوم نطمحوا انه ننفذوها من طريق الورقه السياسيه نتاعنا هي تنقيح القوانين المتعلقه بالاحصاء، خاصه فيها كل ما يتعلق بالتنسيق بين مختلف الهيكل الاحصائيه، زيد الدعم اللوجستي اللي تقدمه الحكومة للمعهد الوطني للإحصاء، للمجلس الوطني، للمعاهد اللي درس الإحصاء وغيره، لأنه ثم خور زيد في المستوى هذايا. ومن ثم نشتغل على الاستقلالية متاع المنظومة الإحصائية في تونس
اي نقترحوا يكون ثم هيئه يعني اخراج المنظومه الوطنيه للاحصاء عن السلطه التنفيذيه واحداث هيئه لما لا تكون هيئه دستوريه تعنى بالمنظومه الاحصائيه في تونس ككل.